على الساعة الخامسة من مساء يوم أمس توصلت قيادة درك الملكي بنداء استغاثة من المركز الوطني للسلامة والإنقاذ يخبر بوجود حالة مرضية خطيرة على ظهر باخرة سياحية حاملة لعلم البهاماس قادمة في رحلة سياحية من مالقا باتجاه الدار البيضاء. بعدما تم تحديد مكان الباخرة على بعد حوالي 50 كيلومترا من شاطئ أصيلة تم تخصيص مروحية طبية تابعة للدرك الملكي مجهزة بطبيب مستعجلات لنقل المريضة وهي مواطنة ألمانية تبلغ من العمر 65 سنة أصيبت بارتفاع حاد في الضغط الدموي. بعد وصول المريضة إلى مطار طنجة بن بطوطة تكفل الدرك الملكي بنقلها إلى إحدى المصحات الخاصة بمدينة طنجة حيث خضعت للفحوصات الطبية وتلقت الإسعافات الضرورية. الحالة الآن مستقرة ومن المنتظر أن تغادر المصحة يوم الاثنين في اتجاه الدار البيضاء لتلتحق لاحقا بالباخرة السياحية.